الدكتور عبد الرحمن تقريبا بنسبه 90% من الايام متواجد بشكل مستمر، سواء متواجد بنفسه او متواجد معانا من خلال اي كونتاكت اي تليفون او حاجه زي كده، ما بيأثرش مع اي حاجه حقيقي. بنلجأ له حتى الساعه 1 بالليل 2 بالليل بيرد علينا في مشاكل اداريه، في اي مشاكل مريض محتاجين تواصل مع الوزاره بيعملوا تواصل مع امانه المركز الطبي المتخصص بيعملوا على اكمل وجه. حقيقي يعني هو بيقدم جهد عظيم جدا، بنحسده بصراحه عليه. يعني مثلا بيجي لنا حالات طوارئ كبير جدا، حاله بتنزف، حاله عندها نزيف داخلي، حاله نساء محتاجه تدخل عاجل، محتاجه صرف دم، لا الدكتور عبد الرحمن بيجري بنفسه واحنا بنجري بنفسنا، احنا بنجري نصرف الدم بنفسنا، بنجري العمليات ندخل المريض بنفسنا، ده يوميا يعني. دكتور عبد الرحمن يعني بيخدمنا كلنا، يعني كل يوم يمر مع الحالات، بيمر على حالات الملاحظه وحالات الفحص، وبرضه بيمر على حالات الترياج وبيشوف حالات الارست وبيشوف العروض المختلفه. في حالات بقى برضه الحالات الدخل واللي بيبقى فيها مشاكل اداريه وكده هو بيحلها معانا. يعني الحمد لله يعني لما بيكون موجود في الطوارئ بنحس يعني الدنيا بتمشي كويسه. وقت ما بنيجي نقدم خدمه للعيان بيبقى هو معانا في الفريق زيه زينا بالظبط، بيقدم الخدمه للمريض. كان عندنا طفل كان شغال في مصنع، طبعا كان الطفل دوت ما ينفعش ان هو يشتغل، فالمصنع شد دراعه فدراعه اتخلع من بعض يعني. فطبعا انا لمست فيه خوفه جدا على الطفل دوت، وان هو كان بيتعامل كانسان مش كطبيب فقط، وكان حرصه ان هو يجيب كل التخصصات بسرعه وان هو يوفر للطفل ده رعايه وان هو يخش العمليات، وكان واقف عليه حتى بعد ما الطفل دوت خرج من اوضه الحالات الحرجه ودخل عمليات ودخل الرعايه. الدور بتاعه ما اكتفاش ان هو لغايه هنا، لا ده طلع وكان بيتابعه كمان فوق. دي بصراحه لفته انسانيه منه يعني، فهو كدكتور عبد الرحمن هو انسان اكتر من هو ما يكون دكتور بصراحه يعني. بهدوء مع اهل العيان طبعا، عشان مش بيبقى بس المريض هو اللي عيان، بالعكس اللي حواليه هم بيبقوا عيانين اكتر منه بصراحه يعني.